طقس ربيعي لطيف معتدل لتكون الأجواء باردة ليلا ومعتدلة في عامة مناطق المملكة، والتفاصيل بعد هذا الفاصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. مساء الخير. إذا تكون درجات الحرارة ما دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، وتستمر انخفاضات درجة الحرارة، ولكن لتكون الأجواء معتدلة ومستقرة في عامة مناطق المملكة، وبالنظر إلى صور الأقمار الاصطناعية الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب، نجد أنه هنالك سحب متوسطة إلى مرتفعة كانت على سماء المملكة، وأيضا كان هنالك بعض زخات من الأمطار التي شملت العاصمة عمان. وبالانتقال لدرجات الحرارة المتوقعة لهذه الليلة في العاصمة عمان، كان درجات الحرارة متوقعة أن تصل إلى 9 درجات مئوية والأجواء ضبابية، وسرعة الرياح متوقعة أن تصل إلى 14 كيلومتر في الساعة. بالانتقال لدرجات الحرارة المتوقعة لثلاثة أيام القادمة، من يوم الأربعاء متوقع أن تكون درجة الحرارة 18 إلى 8 درجات مئوية، يوم الخميس تكون الأجواء معتدلة 21 درجة نهارا و13 درجة ليلا، أما يوم الجمعة فيكون هنالك ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة لتصل إلى 29 درجة مئوية و19 درجة مئوية ليلا. ننتقل سوية لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة لأغلب مناطق المملكة يوم الغد، ونبدأها من إربد من 20 إلى 10 درجات، في المفرق من 21 إلى 7 درجات، في جرش من 21 إلى 10 درجات، وعجلون من 18 إلى 9 درجات مئوية. إلى مناطق الوسط ونبدأها من العاصمة عمان من 18 إلى 8 درجات، في الزرقاء من 21 إلى 9 درجات، في البلقاء من 19 إلى 10 درجات، مادبة من 19 إلى 8 درجات، والبحر الميت من 27 إلى 17 درجة مئوية. ننتقل للمناطق الجنوبية ونبدأها من الكرك، حيث تكون درجة الحرارة من 19 إلى 8 درجات، في الطفيلة من 18 إلى 9 درجات، في معان من 21 إلى 9 درجات، في جبال الشراه من 26 إلى 6 درجات، والعقبة من 27 إلى 16 درجة مئوية. وأخيرا في المناطق الشرقية من 24 إلى 10 درجات، في الصفاوي من 25 إلى 10 درجات، وفي الأزرق من 25 إلى 10 درجات مئوية. كانت هذه أبرز المعلومات الواردة لدينا، إلى أن نلتقي في نشرات قادمة، دمتم في أمان الله. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.